حمل حلو درتي؟ لا لا عندي حتى حمل حلو شريبه واحد تشوفي بالك شي متوم ولا الجلع ولا القرنون سني تشوفي 16 16 16 16 القرنون ديري زوج حبات بعد القرنون مدو غير ما نديرو شريبه بزاف القرنون حندو ثاني حبيبات القرعه هذا بقرة ديري زوج حبيبات غير الشريبه برك تكون شريبه بنينه شريبه خيار شلاضه نعم نزيدو الحشيش حشيش نزيدو شويه حشيش شلاضه معدنوس ديري ثاني كربيطه نحنا نعناع قصبر شوفي قصبر عشبات تما نعم ديري اصبر ديري هكا ديري قرنون قبل فوالا فوالا شتي الله يبارك رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا بالخير ان شاء الله ونسلم خطرو كيف كيف ان شاء الله يا ربي ان شاء الله انا هي درت الطماطيش وانت يا واش درتي الفلفل الحار لازم الحار لازم الدنيا ياكل حار والطماطيش وانا وجدت الثوم مصبره تختلف العادات والتقاليد بين الشعوب وقد يلتقي بعضها في عديد من المواسم كشهر رمضان المبارك الجزائر هذا البلد القارة تتسم في أرجائه الفسيحة نسمات رمضان وفي كل نسمة عطر التراث يصنع التميز من منطقة لأخرى فهذه ولاية تطري المدية تستقبل الشهر الفضيل بموروث ثري حفظته وصانته أبا عن جد ملك أختي خيرات بجتي الطماطيش طماطيش نيبسوها وكي نحبوا نستعملوها نشمخوها ولا تتفور ولا نرحيوها ثاني الطماطيش الحب هايدك اخرى نفوروها ونرحيوها ونعمروها في القراع نوجدوها احنا هنايا ما نطيبوش بزاف بالعكري تاع برا بابريكا نستعملو في الدار الفلفل الحار وكاين الحلو نخدموه نعمروه في لي غوبلي ونستعملو كي نسحقو وتجي شربتها بنينه هذه ملبيه وتجي بنينه وهذا انا الحيوه ثاني هذا الحار يحب الحار ونعمرو ونوجدو لي زيبيس تاعنا وهذا العوايد كامل فدناهم على يماتنا على جدودنا وبقينا محافظين عليهم رمضان نوجدو له احنا مهم بزاف شهر شعبان تحت وجاد تحت وجاد سيختو الحرور لي زيبيس كلشي موجودين ان شاء الله باش نلقاوهم واجدين وباش هكاك يكون عندنا الوقت للذكر ما عندوش في الكوزينه يا اخي اختي لازم الذكر هو الصح صح حنا كنوجدو باش يكون عندنا الوقت للذكر فعلا يكون عندنا وقت صح عندنا ثوم ثاني نقشروها نقيوها نغسلوها مليح ونصبروها في الماء والخل والملح مش في رمضان نسيبوها واجده
واش الشلاضة بزاف لي بلا لي نوجدو بهم الثوم نصيبوها واجدة. وجدنا توابل ثاني مشهورين حنا هذاك حنا في المدية نحبوا الكروية والكروية التمدية مشهورة 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 عندها ذوق مختلف على الكروية على باقي الكروية مام في الخارج يقول لك تبونا كروية تاع المدية وهذا كيفاش خدمتيه اختي سامية جبتيه اليوم؟ هذا قارص نشريوه نغسلوه ونقسموا الحبة على ثلاثة ولا أربعة ونعمروها بالملح وندكوا الحبة على حبة. هذا هو ديدن العائلات اللمدانية، لقاءات وتزاور يجمع الأهل والأحباب والجيران على موائد الإفطار أو السهر. أنا كنت مع الحم الحلو أنا وجدته وذكر راني مع شبح الصفرة. هذه شبح الصفرة كانوا زمان يديروها خبزة وطيب التحميرة وذوكا كي تطورت الحاله ولينا نديروها باشكال ونحطوها كندير باللوز والبيض ونقليوها ونوجدوها على البكري وكنا نديرو قبل ما يكونوا هذو شباح الصفرا كنديرو صبيعات العروسه امام نفس الشكل بصح صبيعات كنا نقول صبيعات العروسه هذه هي الله كنا نوجدهم ونشبحوا بهم اللحم الحلو والاطباق المعروفه في المديه المقطفه الشريبات تلبل اليد في الصحراء كانوا يعجيو زيت تاعنا ميماتنا يفتلوها باش ما نديروا الشربه تاع برا القطفه تاع برا ما نرميو اللي نخدموها في الدار وهنا المدانيين هنا مش يحبوا بزاف العصبان هالعصبان كلشي اللي يقول فيه الحاجه اللي فيها بزاف التوابل حاجات المتبله بالبزاف يحبوا الزلوف يحبوا العصبان وخلينا هذاك البوراك المشهور هو اللي باللحم ولي اليوم رمضان كيفاش تقضيه يعني عندي وقت ننظم روحي عندي نظام ننظم روحي نطيب بالصباح النص واش بقى لي قليا نبقى الحشيه باش وما نفرض روحي شويه للقران نقراو شويه ولا كانت عندنا سهره نوجدو كما دوكا عندنا قعده وجاوني صحاباتي انا نوجدنا القعده ان شاء الله تاع اللي نشربو قالات القعده ودوك تروحوا معايا وتشوفوا ان شاء الله. شارك في إعداد هذا الجو أولوية وعادة راسخة تجسد أواصر التضامن وصلة الرحم وهكذا يحلو الإفطار. مرحبا بكم لاباس الحمد لله مساء الخير عليكم مرحبا بكم واش رايكم مساء الخير عليكم يا اهل الخير مرحبا بكم عندنا. القعدة كما يحلو لنساء المدية أن يسمينها هي تلك الجلسة التي تجمعهن حول إبريق الشاي بعد أن حضرن ما يزين مائدة السهرة من حلويات متنوعة تحلي مائدة الصائمين وتكون لمسة المنطقة ظاهرة فيها. رمضان الضيف العزيز ينقار عولو كان بكري ما نعرفوش الشهور تاع العربية بصح كي قرب رجب يبقاو نقولوا الضيف راه جاي رجب وشعبان ورمضان هذاك الضيف العزيز اللي راه جاي وحنا صغار ونشوفوا هذا الضيف اللي راه جاي وشكون هو يبداو البنيوتات يوجدوا فانك في رواحهم لي بارون يوجدوا البنيوتات كي يوصل شهر شعبان الطفيله يشولها قديره وكسكاس يديها باباها يشيلها قديره وكسكاس باش تبدا توجد روحها في رمضان. النهار الاول تاع رمضان ولا نهار ليله النص ولا ليله 27 البنيته هذيك تحط طيب شريبه طيبها مع يماها كي تجي كي زعما توجد يبداو يحطوا الشريبه توجدها وتحطها لباباها باباها ياكل منها ودير ثاني كي حمل حلو كانوا بكري شتي طنجرات تاع فخار قديره وكسكاس وطنجره تاع الفخار دير الشريبه كيما يماها ودير الحمل حلو كي تجي تسقي وداك تسقي لباباها وباباها يفرح بها ويزم ياكل هو منها
يقول شربت بنتي راهي مليحه، وهذيك تبقى لها ذكرى. فانك في شعبان نبداو نوجدوا روحنا كما نقولوا، نوجدوا نفوسنا قبل ما نوجدوا في الماكله، نوجدوا نفوسنا، نبداو نصوموا، نصوموا بالك الخميس ولا الاثنين، نصوموا ليله النص، نبداو نوجدوا في روحنا. وثانيك نفسيا يعطيك الصحه القران، ثانيك نبداو شكون اللي تختم، ماذا بينا نختموا الكتاب هذاك في ذاك الشهر، كاين اللي تقرا ورقه، كاين اللي تقرا زوج ورق، كاين اللي تقرا ثلاث، المهم نحاولوا كيفاه كتاب ربي ثانيك ما ننساوهش. كاين نفطروا علينا نروحوا للتراويح، مور التراويح مرات نتلاقاو واحد بعضنا بعض. بكري احنا ما كناش نشريو بزاف، ما كيما رانا دوك هذا ديغميسال وهذا، كنا نقطفا في الدار كلش واجد في دارنا، نوجدوا كل حاجة، نشريو البرقوق، نشريو من هذا المشمش، التفاح هذا بين لحم الحلون، وجدوا من قبل. هذه عادات من عاداتنا، سهرات رمضان كل يوم عند وحده، كل يوم عند وحده، ونحضروا البركه تاعنا باش يحكيونا على زمان، ونديروا فيها بقالات. اليوم جدلتي قام عندي، بسم الله بديت وعن النبي صليت، فاليه في الفال يا مفتاح سبع قفال، عطيني فالي منين جا. هذه اللقاءات او القعدات لا تخلو من اطايب الكلام، حديث عن القران وعن السيره النبويه العطره وعن فضائل الصيام، وفرصه ايضا لحفظ كتاب الله او ترتيله. وهكذا هي السهرات في بيوت المديه. اليوم رانا ضيف عند اختي خيره، وكي نجو هكذا كل وحده تجيب حويجه في يدها. اليوم انا جبت خشخوشه، كان عيط لها خشخوش، كان عيط لها خشخوشه. هذا السمنات هذو هما الساهلين كامل. هذه انا عرضتني اختي خيره، جينا لعندها درنا قاعده عندها. هذه الحنشه حضرتها بالديور، درت لها عقدالو زوجوز. يعطيك الصحه. يسلمك. والعسل الصنفه تاع العجين نديروها في رمضان. في المجتمع الجزائري او الاسره الجزائريه لها عادات وتقاليد في هذا الشهر الكريم. من بين العادات ولكن لها ميزان كبير في الشرع، من ناحية الشرع يعني أن ربي عز وجل فرض صيام رمضان وجعل قيامه نافلة. والمجتمع الجزائري إذا كان في شهر رمضان يحافظ على هذه العبادة محافظة ما شاء الله، يجعل صيام النهار وفي الليل، يعني لا يضيعون وقته هكذا في السهرات، هناك صلة الأرحام، هناك تبادل زيارات بين الناس، هناك بعض الأماكن ربما أو بعض المجتمع في الجزائر كان وين يكون مجالس الصلح، مثلا مجالس الصلح في رمضان، وجعله الله عز وجل ذلك. وهذا من ثمرات الصيام، من ثمرات الصيام صيام رمضان، التقرب إلى الله عز وجل، وإحياء لياليه بالذكر والقرآن والدعاء والتلاوة. ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة، أن مجتمعنا وأسر الجزائرية تحافظ على هذه التقاليد. نقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول معي تاني، قول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رمضان فرصة لتوطيد العلاقة مع الخالق، وهكذا هي الأسرة ليس فقط في المدية بل في كامل ربوع الوطن. الموعد مع حلاوة العبادة وتكثيفها والتشبث بعادات راقية لا تتصادم مع شريعتنا السمحاء الداعية إلى صلة الأرحام والاجتهاد في العبادة. فيا رمضان كم هامت بك الأقلام، واستبشر بك الضعفاء والأيتام، وترى المحبة تزدهي وبفضله تتقارب الأبعاد والأرحام.